طيب نخش على الدوري الانجليزي. نتائج الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي، ويمكن هنعرض النتائج او مع حضراتكم ومعاك، ونشوف بالنسبه لك هل كانت في بعض المفاجات؟ هل زي ما حضراتكم شايفين يعني ليفربول بيفوز على بيرنلي 2-0، استون فيلا الفوز 2-0 على نيوكاسل، كريستال بالاس التعادل مع برينتفورد، ليدز يونايتد والتعادل مع ايفرتون، المان يونايتد والفوز بخماسيه على نورتش سيتي. نكمل الجدول، برايتون 2-0 على واتفورد، ساوثهامبتون 1-1 على المان يونايتد، ولفرهامبتون والهزيمه 1-0 من توتنهام، ارسنال الهزيمه الثانيه على التوالي من تشيلسي 2-0، وطبعا ويست هام يونايتد مع ليستر سيتي لسه بيتلعب دلوقتي. عايز اكلمك يعني على نقطه مهمه جدا، الارسنال. ارسنال من الانديه العريقه في الدوري الانجليزي، الكل كان يتوسم السنه دي انه ممكن يكون في شكل افضل، في يعني وعود بان احنا نوصل للتشامبيونز ليج او نلعب على المربع الذهبي. شفنا اول مباراه طبعا مع فريق صاعد برينتفورد. اه بالظبط. يعني شايف ارسنال ازاي؟ وانا كواحد بشجع ارسنال من سنين يعني. طيب. بس لا، واضح ان في المشكله، يعني في كذا مشكله. ستان كرونكي مالك النادي مش هيصرف، وده امر واضح جدا، ولما صرف ارتيتا قرر ان هو ال 200 مليون اللي كانوا متاحين له السنه دي هيبني بيها عمود فقري للفريق، لعيبه شباب. اذا كان بقى ايرون رامزديل كحارس بديل لبيرند لينو، اذا كان في قلب الدفاع بقى من السنه اللي فاتت بابلو ماري، وبعد كده سامبي لوكونجا في نص الملعب، ومارتن اوديجارد، ويعني ارسنال عمل 6 صفقات السنه دي كلها لعيبه شباب. ما فيش لعيب اللي يصنع الفرق بشكل مباشر، مش زي ما هاري كين هيروح مانشستر سيتي هيقفل معاهم بكره الصبح. لا، هي لعيبه هتاخد وقت، وارتيتا عنده مشروع، بس المشروع يعني لازم هتكسب شويه وانت بتبني وهتخسر شويه، لكن ما ينفعش تخسر على طول وانت بتبني. وبرده الجدول كان ظالم جدا بالنسبه لارسنال ان هو يفتح مع برينفورد. اه كان ماتش المفروض يكسبه، لكن تشيلسي وبعد كده مانشستر سيتي، بالتالي الفيفا ديت هيخلص وانت معاك 0 نقط. خلينا نكون صراحه يعني، وهتسبب ضغط كبير جدا على ارتيتا، فدي هتبقى مشكله كبيره. لكن المشروع هل هو ماشي على طريق سليم؟ دي حاجه ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، لان اي مشروع بتبص عليه ماشي على طريق سليم بيبقى فيه بعض النتائج على الطريق، لكن ارسنال مفيش نتائج على الطريق، في مزيم الهزائم مزيم الهزائم. وحتى صراحه جرانيت شاكا النهارده ان احنا اللعيبه متماسكه، تصريحات مش فرق اللي ممكن تنافس على وصول لدوري ابطال اوروبا او دوري اوروبي، لا، تصريحات فريق خلاص ارسنال ارتبط بوضع ان هو لسه الدوري طويل يعني، لسه احنا في الجوله الثانيه والاسبوع الثاني لسه، لكن زي ما بيقولوا يعني بتبان. الجواب بيبان من عنوانه بالظبط كده، الامور بتبان. مفيش لعيب في الملعب تحس ان هو عنده صناعه الفريق، حتى بوكايو ساكا اللي هو كان حاطين عليه الامل يعني كمشجعين لارسنال السنه دي، طبعا بعد المشاكل اللي حصلت بعد احضاره لضربه الجزاء مع انجلترا في اليورو، واضح ان هو كمان راجع مش نفسيا احسن حاجه يعني. طيب نيجي لفوز ليفربول، الفوز الثاني على التوالي، واعتقادي ان انطلاقه جيده جدا لليفربول، مباراتين ب6 نقاط بيأدوا بشكل بيرجعنا للسيزون اللي قبل اللي فات، وبنشوف ان ليفربول قادم بقوه. ليفربول عمل حاجه جميله جدا انا بحبها، ان هم بعد موسم مخيب ما هدوش المعبد. صفقات قليله جدا، بطعم في الحتت اللي انا محتاجها، حافظت على معظم لعيبتي باستثناء يعني فاينالدوم هو اللي مشي، ورجع لك فان دايك ده كانه صفقه جديده يعني، وطبعا فرق كبير جدا في خط الدفاع. بالتالي بدايتهم فريق ثابت جدا، فريق متجانس جدا، دي تفرق جدا في بدايه السيزون، انه فريق متجانس، مش الصفقات الجديده تتعود على بعض، لا هو نفس الفريق، رجع له فان دايك كقائد للدفاع، مع رجوع ماني بالذات لجزء قريب من مستواه اللي كان فاقده السنه اللي فاتت، مع وجود صلاح بنفس المستوى اللي قدمه السنه اللي فاتت، كان مستوى هايل، يفرق كتير قوي مع ليفربول، خصوصا كمان لو فيرمينو ابتدى جاب الفورم بتاع البري سيزون وكمل فيه، هتفرق جدا مع ليفربول. انا بعيد كلامك، لان كمان يورجن كلوب كان بيتكلم على الصفقات الكبيره اللي بتحصل في الانديه، طب ليفربول فين من هذه الصفقات؟ فقال لك احنا مش محتاجين لهؤلاء اللاعبين بشكل كبير، فعوده الاصابات مع وجود اللعيبه الموجوده عندي ممكن نشتغل بشكل قوي جدا، وده يمكن اللي بان من خلال الاسبوعين اللي فاتوا، والارقام حتى المباراه احصائيا بتقول ان يمكن كان في تفوق واضح لليفربول من حيث الاستحواذ، من حيث التصويب على المرمى. عندك ليفربول صوب 23 تصويب على المرمى مقابل 9 لبيرنلي، بنتكلم على العرضيات 20، بنتكلم على الركنيات 8، فالارقام كمان فادي بتقول ان ليفربول
لا بيستعيد رونقه وجاذبيته يمكن اللي كانت الموسم اللي قبل اللي فات. والفرجه كمان على ماتش واضح ان ليفربول مسيطر وبدون مجهود ضخم ان هو يسيطر على خصمه قدامه، بعكس السنه اللي فاتت كان ليفربول بيعاني قدام الفرق زي بيرنلي وخصوصا في انفيلد. لكن المره دي في انفيلد وبحضور جمهور كامل يعني بيسيطروا بمنتهى البساطه وبيحطوا جولين واتلغى لهم ثالث، فالدنيا كانت بسيطه جدا بالنسبه لهم. طيب هنيجي على المان سيتي. المان سيتي يمكن التعثر في اول جوله والخساره من توتنهام، واعتقد خساره مستحقه. توتنهام كان بيقدم مباراه اكتر من رائعه، رجع بقوه والفوز بخماسيه. شايف ان السيتي يعني دايما السيتي خلي بالك في مواقف كتيره جدا كان بيتراجع وبعدين بيمسك الجدول، نفس اللي حصل السنه اللي فاتت بالظبط. هو سيتي حتى السنه اللي فاتت قلنا مع يعني مع نوفمبر وديسمبر قلنا خلاص سيتي مش صعب قوي ياخد دوري السنه دي، لكن انطلاقه هايله وكونسيستنسي ومكاسب ورا بعض قدر ان هو ياخد الدوري بمنتهى السلاسه يعني في نهايه البطوله. لكن السنه دي التهديدات قدام سيتي كتير. طبيعي ان سيتي هيكسب نورويتش، طبيعي ان سيتي هيكسب كل الفرق، لكن لما تيجي تلعب فريق من الخمسه الكبار واولهم كان توتنهام اللي هو اقل واحد فيهم هتعاني، هتروح تلعب تشيلسي هتعاني، هتروح تلعب ليفربول هتعاني، هتلعب مانشستر يونايتد هتعاني. فبالتالي واضح ان جوارديولا خلاص هو دلوقتي بقى يعني زي ما نقول ايه في الحته اللي في النص، لازم يدعم الجزء الاخير اللي هو هاري كين عشان يقدر ان هو المباريات اللي زي دي هيخلصها، لان عايز هاري كين يخلص لك ماتش زي بتلعب مانشستر يونايتد، بتلعب ليفربول، بتلعب تشيلسي، لعيب زي هاري كين هو اللي بيخلص لك الماتش.